السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناتي دي مش قناتي، دي قناة نور الصباح، بس أنا سرقتها منها النهاردة، بس هي عشان تعبانة وربنا يشفي عنها يا رب ويشفي عن كل مريض إن شاء الله، بس هي تعبانة جدا جدا جدا، فعشان كده والله احنا قلنا ايه نصور لها حاجة نفرحها بيها، فقلنا نعمل ايه، هنعمل كب كيك النهاردة. ايه المقادير معانا؟ معانا بيضتين وفانيليا ونص كوباية سكر عشان احنا مش بنحب السكر يعني جامد، وبيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر، وكوباية لبن، نص كوباية زيت، ومعلقة وكوبايتين دقيق. وهنبتدي ايه المقادير، هنبتدي بايه؟ بالبيض. البت ايه كانت هتكسرهم لي وحطيتهم في طبق، هنحط معاهم ايه السكر والفانيليا، طبعا انا حطيته مع البيض. ناخد واحد اصغر نعمل بيه، لازم ايه ندوب السكر كويس. نحط عليهم ايه الزيت، نزود ايه اللبن، دلوقتي هنحط الدقيق شوية شوية، ما ننساش ايه البيكنج باودر. وهحط الكمية التانية كلها، انا هعمل ايه دي معلقتين كاكاو، هحط فيهم ايه معلقة واحدة زيت، وهحط عليها الخليط بتاع الكيك عشان تبقى نص شوية بالكاكاو شوية بإيه. كويس، اثبت يا ولادي، بتقع. هقلب دي كويس عشان تبقى ايه بالكاكاو. هي هتحتاج لها شوية لبن. بص يا جماعة، انا حطيت العجينة دي حطيت منها شوية على شوية كاكاو وشوية زيت وشوية لبن، وبقيت دي هنزود بيها في الاخر، هوريكم المنظر. وده دلوقتي هنحطه في العلبة دي المقدار عشان ايه، عشان تبقى سهلة عليا.
صراحة اللي اخترع الاسباتيولا ده انا بشكره جدا جدا جدا، عشان بقت الحاجة بقت سهلة بالنسبة لنا. الاول بعاني اني اطلع الحاجة كلها، بس يا جماعة احنا ايه هننزلها ايه شوية شوية. يعني تمليها زي ايه، زي التلت كده، عشان تبقى مالية كده منظرها، تبقى شكلها حلو. وحاجة تفرحي بيها اولادك بدل ما ايه، بدل ما يشتروا البسكوت بتاع بره الله اعلم فيه ايه، ولا النايتي بتاع بره ايه فيه، ولا الاندومي بتاع بره فيه ايه، عشان معانا واحده مدمنه اندومي، بنقول لها ما تاخديش اندومي، ما تاكليش اندومي. بص هي فاضت كمان من، يعني خلصنا الكمية ولسه فاضل كمان، يعني بيضتين هتعملي كمية لأولادك وتفرحيهم. ليش في نفس أولادك ايه حاجة. بصوا احنا نحط حتة كده، ان شاء الله تظبط معايا. معلش هشوف الاول، واحنا هنشكلها ايه بالخلة بعدين. بص يا جماعة هعمل بقيتهم كلهم وهرجع لكم تاني. دي بص يا جماعة انا ايه الشوية اللي فضلوا اللي هم لونهم ابيض هحط عليهم معلقة ايه كاكاو، عشان في حد في العيلة يعني عايزين ايه الكاكاو خالص. ودي كوبايات قهوة، خلصت الصينية فايه عايزين نكمل، هنعملها بايه كوبايات القهوة. الصينية دول كده وهنحطهم الفرن، وفي اتنين تلاتة سيبناهم بيض، والباقي ايه حطينا لهم شوكولاتة وعملناها بالخلة. معلش المقطع ده ما صورناهوش، فايه هندخلهم الفرن. بصوا يا جماعة احنا ايه دلوقتي هنعمل النوتيلا، وبصوا السكيك هش جدا جدا جدا، بصوا ولا معجن ولا اي حاجة، بس دي هنديها للعيال ياكلوها وهنزور الباقيين ونشوف بقى. بصوا انا مش هعمل حاجات افتكاسات كتير، هعمل ايه يعني هحط الشوكولاتة كده بالمعلقة عشان العيال، بس كده عشان عندنا الاولاد بيحبوا الشوكولاتة، احنا ايه نزوقها لهم بالشوكولاتة. وحلوة جدا، جربوها الكوبايات دي جميلة جدا جدا جدا. بصوا احنا حطينا النوتيلا، ودي ايه حطينا ايه كريسبي من فوق،
عشان نجملها. بس هنحط ايه النوتيلا، هنكمل النوتيلا دول برضو، هنرجع لكم تاني. صوب بالمعلقة، مش هنعمل حاجة صعبة يعني، هنعملها بالمعلقة كده نلفها. وكل لقمة بتأكل ايه، بتنادي أكلها. فايه، فاحنا جاتنا ضيوف دلوقتي، سبحان الله، والله ما كنا عاملين حسابنا، فجاتنا ضيوف دلوقتي عشان أم آية تعبانة يعني. فايه، فكله الحمد لله ان احنا عاملين حاجة حلوة. بس يا جماعة خلصتهم، بس البيض خليناهم عشان في حد ما بيحبش الشوكولاتة، بس هنحطهم. يا سلام مع كوباية النسكافيه، يا سلام مع كوباية النسكافيه. بصوا كده، بصي كوباية النسكافيه فظيعة، عاملاها لي آية. تسلم ايدك يا آية، وادعوا لنور بالشفاء ان شاء الله. واحنا مش بنحتفل بيها والله، بس احنا حابين نعمل حاجة حلوة كده عشان ايه، عشان الاولاد يعني، بدل ما نشتري لهم بسكوت وحلويات وكده من بره، فايه نعمل حاجة طبيعية من البيت. بس ودعوا لمدام نور بالشفاء، ويا رب يشفي كل مريض يا رب. ومع السلامة، تصبحوا على خير.